السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مسز عبير سمير. أهلا بكل أعضاء صفحتي وجروبي التعليمي على الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، ومشتركي قناة اليوتيوب فور فري، قناة عشاق الساينس الساينس لوفرز. طبعا مبسوطة بكل الناس اللي اشتركت في المسابقة الأولى وهي مسابقة آخر تعليق. النهاردة معاد مسابقتنا التانية وهي You are the teacher. حابة أنوه في الأول عن فكرة المسابقات والفيديوهات دي. طبعا احنا في أجازة والولاد كلها قاعدين على الموبايلات وقاعدين بيلعبوا جيمز ومضيعين الوقت كله، ولا بيذاكروا ولا بيراجعوا، نسيوا كل حاجة. طيب وأكيد هم كمان مش مستعدين يمسكوا كتب ويذاكروا مناهج دلوقت، احنا لسه في الأجازة. فبدأت من هنا فكرة ان اعمل لكم شوية فيديوهات، شوية ألعاب مسلية ان احنا نعلمهم ونلعب. وعلشان كده الولاد محتاجين في الفترة دي أفكار جديدة تجذبهم وتشدهم ليها، يتعلموا من خلالها ويلعبوا ويرفعوا عن نفسهم ويتعلموا برضو، بس من غير ما نديهم المعلومة بالطريقة التقليدية اللي أكيد الكل بيمل منها خاصة في فترة الأجازة. وعلشان كده جهزت لكم كورس مكثف أو برنامج هتكون عبارة عن مجموعة فيديوهات تعليمية وتفاعلية يقدر يشترك فيها اي طالب لانها مجانية. كل اللي عليكم ان انتوا تعملوا لايك لصفحة الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، وتدوسوا على كلمة اشتراك او سبسكرايب على قناة اليوتيوب عشاق الساينس علشان تقدروا تشوفوا المسابقات اول باول، وكمان تقدروا تشتركوا فيها. النهاردة معادنا مع المسابقة التانية وهي مسابقة You are the teacher او انت المدرس. مين فينا ما حلمش انه يكون مدرس ويقعد يشرح لبقيه الطلبه؟ كتير قوي اكيد طلبه منكم ولاد وبنات نفسهم يحققوا الهدف ده. يبقى المسابقه دي اتعملت علشانكم. كل اللي عليك ان انت هتجهز لي فيديو هتشرح فيه اي درس ساينس سواء ترم اول او تاني خدته السنه دي او اللي قبلها او اللي قبلها اللي يعجبك. هتختار درس الساينس جزء منه او كله، هتبدأ تشرحه في فيديو. الفيديو لو حابب تظهر فيه اوكي، مش حابب ممكن تجهز كاميرا الفيديو تكون مركزة على الدرس من الكتاب او من الورقة اللي انت بتشرح منها وتبعتهولي على جروب، وتبعتلي فيديو الشرح على جروب الفيس اللي اسمه تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير. هتعمله او هتشيره كأنك بتشير او بتكتب بوست عادي جدا على الصفحة. تحمل فيديو الشرح وهتكتب عليه اسمك ثلاثي، وهتكتب عليه المرحلة اللي انت فيها يعني انت في سنة كام، وكمان اسم الدرس اللي بتشرحه او بتشرح جزء منه. هبدأ اخد الفيديوهات دي وهشيرها لكم عندي على صفحة الفيس وكمان على قناة اليوتيوب. واعلى فيديو او الفيديو الفائز هو اللي هيكون عليه اكبر عدد من اللايكس او اكبر عدد من اللايكات على قناة اليوتيوب وعلى الفيس. تقدر بعد ما ارفع لك الفيديو على قناة اليوتيوب وكمان على صفحة الفيس ان انت تشيره في اي جروب انت عايزه او على صفحتك واصحابك وكل اصدقائك يقدروا كمان يعملوا عليه لايك علشان يخلوك انت الفائز ويو ار ذا وينر. وعشان المسابقة دي محتاجة تركيز فانا هسيب مهلة 5 ايام لتلقي فيديوهات المشاركين. النهاردة يوم السبت، معاكم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع، ويوم الاربع بالليل هيكون اخر ميعاد لتلقي فيديوهات المشاركين معايا عشان بعد كده اقدر اجهزها وارفعها على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيس، وكمان ابعت لكم اللينكس بتاعتها او اللينك بتاعها اللي تقدروا تشيروه في اي صفحة انتوا عايزينها عشان تجمعوا عليها اكبر عدد من اللايكات وتكون صاحب الفيديو الفائز. بالتوفيق لكل طلابي حبايبي. وطبعا في النهاية أحب أفكرك بشروط المسابقة، إنك أولا تعمل لايك على الفيديو ده في قناة اليوتيوب، وكمان ما تنساش وانت بترفع الفيديو على جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير تكتب لي اسمك ثلاثي وتكتب انت في سنة كام واسم الدرس اللي بتشرحه، وبعد ما جهز لك اللينك تشيره في أكبر عدد من الصفحات والجروبس اللي انت عايزها أو على صفحتك الشخصية وغيرها عشان تجمع أكبر عدد من اللايكات وتكون معايا انت أكيد الفائز. We'll be right back.